ينطلق غدا ماراثون أولى مراحل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي يتنافس فيها 12 مرشحا، منهم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يسعى للفوز بولايات ثانية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس ماكرون ومنافسته الأبرز المرشحة مارين لوبان هما الأوفر حظا للتأهل مجددا. والمزيد عن الانتخابات الفرنسية يستعرضه لنا الزميل ياسر عبد الستار. أهلا بكم. الناخبون الفرنسيون على موعد مع انتخابات الرئاسة في العاشر من الشهر الجاري في جولة أولى، وفي حال الإعادة تكون هناك جولة ثانية في 24 من الشهر نفسه. الانتخابات ستحدد هوية ساكن قصر الإليزي الجديد الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات جديدة، ونستعرض معكم في هذا العرض مراحل هذه الانتخابات وتفاصيلها وكيف يجرى السباق. خلال الانتخابات الرئاسية يصوت الناخبون بشكل فردي ومباشر خلال دورتين في اقتراع عام، ولكي يفوز أي مرشح بالانتخابات عليه الحصول على غالبية الأصوات، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية فسيتم تنظيم دورة ثانية بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر نسبة من الأصوات، من أجل دخول السباق نحو القصر الرئاسي والتنافس في الانتخابات الرئاسية. يبحث المرشحون عن دعم 500 من النواب المنتخبين وتوقيعاتهم، وبدون الحصول على هذه الموافقة يصبح ترشحهم مستحيلا. تهدف هذه القاعدة إلى الحد من عدد المتنافسين واستبعاد الطلبات التي لا تحظى بالدعم. تضم قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم دعمهم رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر البلدية في المدن، ونواب رؤساء البلديات المفوضين وأعضاء مجلس الشيوخ، ونواب الجمعية الوطنية والنواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، ومحافظي المدن الكبرى وعمد القرى ومستشاري العاصمة باريس. يأتي دور المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، ويترك الأمر لحكماء المجلس للتحقق من إجراءات الحصول على التوقيعات، فيقوم بإنشاء نموذج الدعم وإرساله لمديريات الأمن والمسؤولين المنتخبين المخولين بالتوقيع لصالح أحد المترشحين. وبمجرد قبول هذه الاستمارات يتأكد المجلس الدستوري من موافقة المترشحين للانتخابات الرئاسية من خلال جمع بعض الوثائق مثل إقرارات الذمة المالية أو إقرارات الأنشطة الممارسة، وذلك قبل إحالتها إلى الهيئة العليا للشفافية. انتخابات هذا العام يتنافس فيها 12 مرشحا، 8 رجال و4 نساء. من بين المتنافسين 6 رئيسيون، 3 منهم ينتمون إلى اليمين الفرنسي واثنان إلى اليسار.